يا جماعة، موضوع الترجمة الحرفية ده، يعني الناس اللي بتعتمد على ترجمة جوجل وكده، ما فيش حاجة كده. اكيد طبعا ده كله غلط. لو انا مثلا اقول لك وانا ما اهلي، مثلا اقول لك وانا مال ماي بيرنتس، أو طبعا ما ينفعش تقول what is the money of my parents، وانا ما اسمع طبعا انجلش نضيف نقولها ازاي. it's not it's not of my business، it's none of my business، not my business. وايه اوكي تاني من الحاجات اللي الناس بيترجموها غلط لما اقول لك حرفيا؟ مثلا انا طلعان عين اهلي، يبقى I go up the eye of my family. طبعا دي ترجمة سيئة جدا جدا. المفروض مثلا ممكن تقول I'm suffering at work، I'm I'm doing my best، suffering، إني أعاني، بس I'm إني suffering أعاني. so much. مفيش يس حاجة تانية على مزاجك ممكن أقول كده؟ لك مثلا هات من الآخر، give me the from the last. bring from the last. لا طبعا ما تقلش كده. المفروض مثلا ممكن تقول get to the point، get give to me the the point. point. خش في Yes. موضوع، هات من الآخر، get to the point. أوكي. لما أقول لك مثلا هنط لك في بنطلونك، دي ممكن تقول أنا أول لها مرة I'll أسمعها jump in أساسا your pants. يعني معناها إيه؟ هجيبك يعني؟ هجيبك. لا I'll لا hunt you، I'll get you، مش I'll أول get مرة you. أسمعها بصراحة. أوكي. طيب أوكي. عندنا مثلا لو قلت لك مثلا بركة يا جامعة، let's say blessing blessing يا يا mosque. ماسك. لا طبعا ما بركة يا جماعة، طب ما حدش يقول بركة يا جماعة طبعا، دي مش تمام. ايه تاني عندك من لو قلت لك مثلا خالتي بتسلم عليك، my aunt is saying hi. لا بس دي مالهاش نظير في الانجليزي، دي مش كده؟ ممكن دي ملهاش، بس ملهاش. اكيد يا جماعه مش ترجمه تبقى حرفيه by any تمام. means، اكيد ده مش هينفع. اوكي طب ده كلام، طب ده this is talking، this is speech، ينفع كده؟ اكيد لا. لو قلت لك مثلا 100 100 100 100 طبعا فلا 100 100 it's طبعا، perfect. it's perfect، it's fantastic، it's awesome. تمام. لو بقول لك مثلا انا مصمم على لا لا، في موقف، حد يبقى مصمم على موقف؟ I design my يا situation. نهار ابيض. لا طبعا، may I insist، هتبقى I I insist. insist. Yes. في لما واحد يزعل قوي، واحد يقول له هطلع the dead people of your mother. انا طبعا انتوا فاهمين قصدي، والسؤال دلوقتي